إن للقدس وضعها المميز كمدينة مقدسة مؤهلة أن تصبح واحة سلام تلتقي فيه الصلوات وترتفع منه القلوب نحو السماء ملتمسة المعونة الإلهية ليدرك الناس أفرادا وشعوبا ما هو لسلامهم وبنيانهم. على مستوى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية فإن قضية القدس وقضية فلسطين كانت ولا زالت حاضرة في ضميرها منذ البداية. على سبيل المثال بذل البابا كيرلس السادس أثناء الستينيات من القرن الماضي جهدا كبيرا في سبيل مساندة القضية الفلسطينية، وخاطب مجلس الكنائس العالمي ورؤساء الكنائس المختلفة، كما تواصل مع زعماء الدول وعدد من مسؤولي الهيئات الدولية. كذلك فعل البابا شنودة الثالث الذي عقد مؤتمرا عالميا داخل الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في عام 2005، حضره فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقتها الدكتور سيد طنطاوي ولفيف من المشايخ، كما حضره وتابعه الملايين من الشعب العربي، وذلك لمناصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حين كانت إقامته محددة في رام الله، في موقف تاريخي لم ولن تنساه ذاكرة الأمة العربية.